أنا خايفة عليه يا درية. أنا بستغرب، خايفة عليه من إيه بس؟ من حاجات كتير قوي، العادات والتقاليد وغيره وغيره. يا أختي الحب ما يعرفش عادات وتقاليد وغيره وغيره. يا مملوك سابت عروشها عشان بتحب. ليلى، شيل الفكرة السخيفة دي من دماغك. لا، أنت مش فهماني يا درية. ما تتصوريش قد إيه بيعز عليا ويحز في قلبي لما بشوف الراجل العظيم ده بيتقلب إلى عيل صغير ويخاف ويترعش مجرد ما يشعر إن في حد عرف الصداقة البريئة اللي بينه وبينه. إيش حال لو العلاقة دي تطورت إلى أكتر من كده؟ أنا يستحيل أقبل إنه يكون في الوضع ده. أنا لازم أقطع صلتي بيه بأي شكل. يعني إيه؟ تقولي له ما تجيش عندي؟ تطرديه من بيتك؟ لا، هحاول أخليه ينساني. وإنتي ما هتقدري تنسيه؟ لازم أنساه، لازم. مش هتقدري يا ليلى، صدقيني مش هتقدري. هقدر، هسافر يا درية. سافري؟ سافري فين؟ في أي حتة، هبعد عنه شهر، شهرين، تلاتة، لحد ما كل واحد منا ينسى التاني.